السلام عليكم. نواصل اليوم، نزيد نواصل المقارنة بين الاقتصاد والدولتين الجزائر والمغرب الأقصى، ونزيد نروح لميادين أخرى. ولازم نوضح واحد النقطة، هو أن احنا الجزائر كدولة ولا كشعب عمرنا ولا نقارنا روحنا ولا قارنا روحنا بالمروك. والله احنا ما نخزروش الوراء، لا ننظر الى الوراء. احنا انا شفت في التعليقات نتاعي في الفيديوهات، يعني حط اكثر من 3000 فيديو على المشاريع في الجزائر. الناس الجزائر يقارنوا بالمشاريع في دبي، في الامارات، في دول اوروبيه، في الدول المتقدمه، ويطالبوا. احنا دائما الشعب الجزائري، يعني عبر التعليقات، يعني اللي راني يعني نشوف فيها، يعني تعليقات بالالاف المؤلفه. عندما تدير 3000 فيديو، تصور عدد التعليقات اللي راح توصل لك. دائما المطالبه بالمزيد من، يعني في قضية النوعية نتاع المنشآت، والنوعية نتاع خاصة السكنات، المحيط، التهيئة. إذن هذا هو. احنا بعض يعني الإنجازات في الجزائر خاصة في ميدان السكن، والله أصبحت ولت الآن عادية، الناس تشوف فيها أمور عادية وتشوف فيها وتطالب بالمزيد، وتطالب تتحوس تشوف لو ديزاين، الهندسة، التهيئة. رغم أن مشاريع من مثل هذه لا توجد في كثير من الدول، وخاصة في المغرب. أنه يعني درت دراسة وبحثت، لا توجد مشاريع سكنية كبيرة في كل بناء. الأغلب بتاع البناء في المغرب الأقصى هو بناء ذاتي، وبيوت في المستوى الار بليس ان. أما احنا في الجزائر عندنا مشاريع أحياء سكنية بحجم مدن صغيرة في كل ولاية الوطن، في كل ولاية الوطن. أنا لاحظت أن المشاريع الكبيرة في المغرب الأقصى تقتصر على بعض المدن الكبيرة. وين يشوف أحمد؟ وين يشوف أحمد؟ هذه هي. إذن نروح نقارن، ندير مقارنة في ميادين أخرى، وهي الميادين اللي راح نقارن فيها. عندنا الميدان الأول هو ميدان الجامعات، نشوف الجامعات. والميدان الثاني نشوف المستشفيات، وكذلك نشوف الإقامات، يعني السكنات راقية، إقامات محروسة فيها يعني سيرتان ستاندينغ للطبقات الميؤوسة. إذن نروح لهذه 3 نقاط وندير المقارنة. والمقارنة هذه باش نفسرها هي على أساس ما يوجد في الشبكة العنكبوتية، لأن المحرك نستعمل محرك البحث تاع جوجل، وجوجل يوري وش عنده، وش موجود في الطرف في الريزو، في الإنترنت، يوري وش عنده. والصورة هي أحسن دليل، الصورة أفضل من 1000 ديسكور تاع دعاية وكلام ودردشة وهدرة وبلا بلا بلا بلا. الصور هي يعني أقوى دليل على الشيء، لأن اللسان قد يخطئ، قد يكذب، قد يزيد في الكلام، قد يضخم الأمور. لكن الصورة تصعب عليها أن تكذب. الصورة تعتبر أفضل
وسيلة لإيضاح للتعبير عن الحقيقة، حتى ولو الصورة فيها إمكانية كما نقول حنا لا مانيبيولاسيون، تقدر الصورة تكون مفبركة، لكن الصورة أقل يعني لي بلو فيدال على الكلمة. إذن نروح الجوجل كروم، هو المحرك نتاع البحث اللي نستعملوه، ونشوف النقاط الثلاثة. إذن نروح لهذه النقاط اللي كما قلت، قضية الإقامات السكنية، قضية الجامعات والمدارس، وقضية المستشفيات. باش نسكتوا هاد الجيران هادو، نسكتوهم ضربة واحدة ونحبطوهم للأرض باش ما يزيدوش يحلوا فمهم معانا. وخاصة نعرف حنا، يعني نعاود نولي لواحد النقطة مهمة، حنا نعرفوا باللي البروباغاند في المروك كاين هيئة مؤسسة، كاين مؤسسات دستورية تعمل في البروباغاند، وهما يستعملوا المقارنة مع الجزائر كسياسة. هي سياستهم كيفاش يقنعوا الشعب ديالهم، يقارنوهم بالجزائر، يقول لهم شوفوا الجزائر بلاد البترول وبلاد بلاد الاخر، وشوفوا ما واش عندهم، وشوف حنا عندنا افضل. هذه هي المبدأ اللي مبني عليه السياسات الخارجية والداخلية نتاع المروك، مبنية على المقارنة مع الجزائر، وبالتضخيم والتضليل الإعلامي. استعملوا التضليل الإعلامي، قال الجزائر ما فيها والو، وحنا كاين كلش في المروك بصفة عامة. إذا الصور هذه اللي راح نجيبوها من جوجل، هذاك واش كاين؟ كان كاين أفضل وأكثر كانوا يحطوها، لأن هما سياستهم، هذه هي سياستهم، هي مبنية على الزوخ، شوفوا واش عندنا، شوفوا شوفوا. وحنا هما باش يدافعوا على المملكة نتاعهم، دفاعا عن المملكة. قال المملكة أو النظام الملكي هو نظام أفضل من النظام الجمهوري، هذا هو بيت القصيد نتاعهم، نتاع السياسة ديالهم. إذا نروحوا للمقارنة هذه، ونبدأ بالنقطة الأولى، وهي مثال نبدأ بالجامعات. نديرو يونيفرسيتي، ني فير سي تي ماروك ولا الجيري. نبداو بالمروك باش تكون المقارنة اقوى. نروحوا للصور ونشوفوا واش يعطينا جوجل ايرث، واش كاين في الشبكة العنكبوتية. هنا الصور نتاع الطلبة نحيوها من الطريق، نشوفوا المنشآت، نشوفوا المنشآت الجامعية، هذه كلها جامعة واحدة. هنا هنا هنا، هذه جامعة في فرنسا، نساوها. إذا ها شوفوا جامعة واحدة، هذه اثنين، هذا واش كاين، هذه مدرسة، معلش نحسبوها، هذه جامعة ثلاثة، هذه شفناها حسبناها، هذه أربعة. إذن ها واش كاين، هذه شفناها، هذا واش كاين، هذه شفناها، هذه خمسة، هذه جامعة فاس خمسة، وهذه كلها صور نتاع الطلبة. هذه خارج جامعة الرباط، كاين حوالي 6 جامعات، 7 هذه نتاع كازابلانكا. هذا واش كاين، هذه صور نتاع الجامعات شفناها من قبل.
7 جامعات، هذه 8 يونيفرسيتار، هذه شفناها 8 جامعات. ونروح نهبط إلى أقصى حد، هادو كامل معاودين صور شفناها. هذه شفناها، كاين شفنا 8 جامعات، وممكن يكونوا أكثر على كل حال، لأنه ما مش كل الجامعات في، لكن هذا هو ظاهر في الإنترنت. هذه تسعة نأخذها بعين الاعتبار. إذن هذا هو العدد 9. لحقنا إلى النهاية، نقدر نظهر المزيد لكن نكتفي بهذا القدر، وندير نفس الشيء بالنسبة للجامعات في الجزائر. لقينا 9، ظاهر 9. الآن نروح نعود ننطلق من البداية، نديرو يونيفرسيتي ألجيري. نديرو يونيفرسيتي ألجيري، نروحو للصور. شوف أنا ما كاش صور كتير تاع الطلبة داخل الأقسام، هذه واحدة وهذه نفسها على كل حال، هذه 2، يعني بينو الأبواب نتاع الجامعات، هذه باب تاع جامعة، هذه باب تاع جامعة، هذه باب تاع جامعة، كلها أبواب مختلفة، هذه بوابة تاع جامعة. هنا كاين 4 بوابات مختلفة، هذه كلية العلوم الاقتصادية. إذن نشوف باللي كاين 4، هنا كان جامعات كلية العلوم الاقتصادية، هنا يونيفرسيتي دالجي، كل هذه جامعات مختلفة. هنا كاين 4، 5، وهذه 6، هذه نفسها جامعة، نفس الجامعة، هذه 7، هذه نفسها، هذا قلنا خلونا نصور تاع الداخلية، هذه شفناها حسبناها، هذه 9، 8، هذه 9، هذه خلينا منهم، هذه 10، هذه جامعة علوم إسلامية، هذه حسبناها 10، رانا في 10، هذه قلنا ثانوية، هذه جامعة الجزائر، هذه بن عكنون، 10 أو 9، 9، 9، 9، جامعة بوزريعة 10، جامعة بوزريعة، نزيدو، جامعة عبد الرحمن بيرة هذه بجاية 11، هذه حسبناها 11، هذه كلية الطب 12، هذه جامعة سطيف 13، 14 فاكولتي دالجي، هذه نفسها أنا في 14، هذه جامعة قسنطينة 15، هذه جامعة علوم إدارية هنا لينا اسمها 17، هذه حسبناها، هذه قسنطينة يونيفرسيتي، هذه صافي 18،
هذه محسوبة، جامعة جيجا 19، 20، 21، هذه محسوبة، هذه محسوبة، هذه محسوبة، هذه 22، أو هذه ليكول داركتكتور 22، هذه كلية الطب محسوبة، يعني تعلم هذه لا 22، هادو محسوبين، 23 هنا، هذا محسوبة، 24 هنا، هذه 25، 25، هذه 26 جامعة ميلا، هذه 27، هذه 28 في الصيف، جامعة هواريب ومديان النجاة هذه 29، هذه إقامة خلينا منها، أنيفرسيتي هذه جامعة جلفا 30، قسنطينة هذه 31، هذه محسوبة 31، هذه يونيفرسيتي، هذه ماكيت 31، جامعة جلال بن عامة، جلال بن عامة 32، هذه باب الزوار حسبناها، بالرغم أن باب الزوار فيها عدة جامعات في جامعة واحدة، نحسبها مرة. هذه جامعة عنابة 33، هذه خنشلة يونيفرسيتي دو خنشلة 34، هذه محسوبة تاع بجاية عبد الرحمن ميرا، إذن أنا في 34، وهادلي جامعة شادلي بن جديد هذه في ولاية طارف، إذن في 35، 35، 35، هذه جامعة الجزائر محسوبة 35، هذه جامعة بوزريعة، هذه جامعة بوزريعة القديمة 36، و هنا جامعة الجزائر محسوبة، جامعة هذه الحاضنة الجامعية انكوباتور، الجيزي يونيفرسيتي هذه 38، جامعة الجزائر هذه محسوبة، هنا هذه جامعة القليعة 39، جامعة قصدي مرباح ورقلة 40، هذه الجامعة راهي قيد الإنشاء تاع سيدي عبد الله، ما حسبوهاش، راهي قيد الإنشاء، راهي في قريب تفتح، حوالي 80 أو 90% من نسبة الأشغال. إذن وصلنا نهاية نفس الشيء، وصلنا إلى 39 جامعة، إذن وصلنا إلى 39 جامعة، ولقينا في يونيفرسيتي ماروك 17، قارنوا أكثر من الضعف، أكثر من الضعف، وحنا ما عندناش سياسة تاع الدعاية تاع نشر المشاريع في على قنوات التواصل الاجتماعي، الدولة ما عندهاش هذا سياسة تاعنا الدعاية نشر المشاريع، بالعكس بالعكس بالعكس، قنوات نتوعنا لا يتكلمون كثير عن المشاريع في الجزائر. إذن رانا في 39 جامعة مقابل 17 جامعة في المغرب، هذا هو الواقع، هذا هو سكون ابل ان سونداج، هذا سيت ان سونداج،
استطلاع، هذا استطلاع. لو سونداج اي بازي على ان اشانتيون، مي بازيش على كل الجامعات. والاشانتيون هذا مقبوض من جوجل ايرث. اذا عندنا 17 مقابل 39، 17 في 2 34، يسمى الجامعات في الجزائر اكثر من الضعف نتاع الجامعات المتواجده في الجاره المغرب الاقصى. اذا هذا هو المقارنه فيما يخص الجامعات. الان نروح لموضوع اخر وهو موضوع الاقامات السكنيه، لانه يعني عامل اساسي في يعطيك نظره على التقدم في الميدان السكني من الناحيه لاكاليتي، من ناحيه النوعيه، النوعيه نتاع السكنات. نروح ريزيدونس ريزي دونس ماروك، ماروك نروحو ريزيدونس ماروك، نعاود نشوف الصور ريزيدونس ماروك. هام الإقامات السكنية موجودة في المغرب، وأغلب الصور هي تعود إلى هنا. مثال عندنا الصورة هذه طروادي، هذه طروادي، وهذه صور حقيقية. هذه هي الإقامات السكنية، هذه طروادي 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 طروادي، هذه كلها طروادي، هذه طروادي طروادي طروادي. أغلب نصف الصور هي لمشاريع وهمية. هنا كلها طروادي، هنا يا طروادي، هذه طروادي طروادي، هذه حقيقية، هنا هذه حقيقية حقيقية، وهنا نشوف طروادي 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 طروادي. يعني فيها عملية نتاع بيع الوهم منتشرة بكثرة في الجارة المروك. يعني الصور نتاع الوهمية موجودة أكثر من الصور الحقيقية. وتصور أنا حقيقة أنه هذا الميدان فيه كثير البيع على البلان بالمخطط، هذا مفهوم. لكن أن يصل في السونداج هذا صور وهمية، يعني في بعض الحالات لهنا رانا في كل هذه الصور وهمية ما عدا صورتين هنا، هذه وهمية هذه حقيقية. كاين واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة صور، في ثمانية صور وهمية. إذن هذه هي المآخر، وهذه كلها صور وهمية، وهذه صورة معادة ثلاثة وأربع مرات. ولو كان نحسب الصور، نروح نحسب الصور في الأول، ما نحسبش إذا كان بدون حساب يظهر الفارق، اللهم بارك. إذا ما ظهرش الفارق نحسب. إذا نعاود نروح بدون حساب، نشوفوا هكذا بدون حساب، حوالي النصف نتاع الإقامات. أولا نصف الإقامات هي الصور على الطروادي، وكذلك معليش الإقامات تبدو جيدة من ناحية التصميم، لكن نصفها طروادي. نروح ل نروح لل ريزيدانس الجيري، ريزيدانس الجيري، ونشوف ريزيدانس الجيري، نشوف الصور. هنا عندنا هذه كلها
ما عدا هذا الزوج أربعة هم روادي، لكن هذه حقيقية، 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 هذه طروادي، هذه حقيقية، هذه طروادي، طروادي، هذه القارية شراقة، هذه حقيقية. كي نشوف الأشجار هنا، هذه كلها حقيقية، هذه طروادي، 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 هذه حقيقية، هذه هذه طروادي، هذه حقيقة، 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 هذه طروادي، طروادي، حقيقة، حقيقة، حقيقة. إذن هنا على حسب بدنا نشوف إنه الفرق لم يظهر، الفرق لم يظهر، هذه كلها تعتبر كذلك فيها كثير من. إذن نعود نحسب، نحسب، نروح نحسب، نحسب الإقامات الحقيقية، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحداش، اثناش، ثلاثة، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، ثمنتاش، تسعتاش، عشرين، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، هذه إقامة جماعية ما نحسبوهاش، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، وهذه والله ما شي باين، معليش خلوها 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، لا باش هذه خاطي، هذه خاطي، خاطي، هذه خاطي، هذه 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، هذه لا لا خاطي، 75، 76، خاطي، خاطي، 77، هادو قاع طروادي، هادي طروادي، 77، 78، 79، هادي 79 هنا، 80، 81،
وهذا مشروع موجود على بالي لكن ما نحسبوش، معليش هذه ماكيت لكن مشروع موجود في الميدان، معليش رانا في 79 80 81 82 83 84 هادو، لا 85 86 87 89 88 87 88 89 90 90 91 92 هنا 93 94 هنا 95 96 هذه طروادي 95 طروادي 96 97 98 99 إذن 99 رانا في 99، هذه القلعة محسوبة، هذه ريزيدونس بحرية نقولو نخليوها في 99، 99 دونك 99 إقامة. نعاود نرجع إلى ريزيدونس ماروك، ريزيدونس ماروك، ونحسب شحال كاين، ونحسب شحال كاين، نروحو للصور، هنا رانا هذه ما بنا الماكيت ولا صح، هذه تعتبر صح، واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة. هذه محسوبة، نروح لهذه خمسة، هذه ماكيت 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 ستة، هذه محسوبة هاي ليك ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، هادو 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 هذه محسوبة 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 على نحسبوها، هذه معليش بيسين لكن نحسبوها، نقول كاين عائقة 42 43 44 45 46 47 48 هذه كلها 49 هنا هذه كلها
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. تعليقات مغنية أسعار الفندق، هذا فندق خلينا 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، وهذه محسوب، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، لا ما كانش 80، ما كان والو، هذه ما كانش. هذه ماكيت هنا، هذا شفناهم 80، هذا ماكيت ولا ثمانين، 81، 82، 83، 84، 85. إذن 85، 86، 87، 88، 88، هذو قاع معك، هذو طروات، دي طروات، هذي استوديو افون، هذي كازابلانكا عندي، هذو ماكات، هذي فيلا مهدرش عليها، هذي لوكاسيون 89، هذي هي نفسها، هذي 89، 90، سيدي نحسبوها، تسعين هنا، 91، 92، 93، إذن 94، إذن 94 إقامة، وفي الجزائر 99 إقامة، الفرق مش كبير بزاف، وهذا مفهوم نقدر نفهموها علاش المغرب فيها إقامات راقية، علاش وجود طبقة نتاع الأثرياء في هذا البلد، وجود كثير، وكذلك يعني المارشي، السوق نتاع السكنات المؤثثة اللي فيها لي زيكيبمون كاعيتيك، السكنات الراقية، مفتوح للأجانب بكثرة، وفيهم يعني السكنات الراقية في المغرب فيهم حتى لي بيسين بكثرة، المسابح بكثرة، في الإقامات في البلد الجار، وهذه سياسة واضحة معروفة نتاع الطبقة
الطبقات الأثرية الموجودة في المغرب من مراركا وأجانب. إذن الفرق 99 في الجزائر على 94 في المغرب. نكتفي بهذه النقطتين لأن الوقت طال بنا، وسنعود إلى هذا الموضوع في فيديو آخر ونتطرق إلى مواضيع أخرى، نقاط أخرى للمقارنة. والسلام عليكم، أكتفي بما قدمته وإن شاء الله يكون فيها خير يعني في المستقبل. والسلام عليكم.